الماضي تكلمنا مقدمة حول علاقة الكومبارتمنتس المختلفة ببعضها البعض، وكيف ممكن الفلوس تنتقل من مكان إلى مكان، والشروط اللي بتصير. اليوم مدام تكلمنا عن الأوزموتيك بريشر والأوزمولاليتي والأوزمولاريتي، وكلهم دور رئيسي في انتقال الفلويدز والووتر من مكان إلى مكان. خلينا نشوف كيف هذه المسائل نتعامل معها، تعريفاتها وقضايا الحسابية تبعتها. أعتقد أنه خدتوا في توجيه أنتم إشي من هالنوع، أوزمولاريتي كيف بنحسبهم. هتكون سهلة إن شاء الله، هي معقدة شوية لأنها حسابات رياضية، وبعرف الدكاترة بحبوش الحسابات، لكن خلينا نبسط الأمور. بداية نتكلم على الأوزموزيس. What is osmosis? Osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane from a region of high water concentration to a region of low water concentration. تمام؟ إذا هنا الووتر بيطبق الفيزيكال لوز اوف ديفيوجن عبر الايه؟ اكروس ذا ايه؟ concentration gradient. بمعنى اخر انه عندنا الميه الاكثر تركيزا، يعني الاقل سوليوت تركيزا، والميه الاقل water concentration اذا بتكون more water concentration. طيب اذا بنتكلم عن انتقال الميه من مكان with high water concentration، يعني low solute concentration إلى higher solute concentration. السوليوت concentration هذا كلمة عامة، بدنا نعرفها ونعرف كيف نتعامل معها. طيب وشروط الأوزمولاليتي أو موزس عرفناه، the rate of osmosis, the rate of diffusion per time unit. تمام؟ then the rate of diffusion of water is called the rate of osmosis. relation between moles and osmoles. تمام؟ إذا عشان نعرف هل concentration of solutes في داخل المية اللي من خلالها بتتحكم حركة الفلويدز من داخل الخلية إلى خارجها أو بالعكس، إذا نحتاج إلى تعريف التعريفات تساعدنا في الموضوع. التعريف الأول إنه قلنا هناك حاجة تسمى أوزمولز. أوزمولز تعبر عن الأوزمولاريتي أو الأوزموتيك بريشر، بعد فترة هننتقل للتعريف هذا. والأوزمولز تساوي وجود particles of one mole. وعشان نكون دقيقين، إذا كان هذا substance monovalent، إذا كانت مكونة من عنصر واحد، أو تتحلل بشكل يديني one type one particles. Each mole gives just each substance give one molecule. The molecule will stay as it is molecule. زي ما نقول glucose بضل glucose molecules. إذا لما يكون في عندي أنا one mole of glucose، بكون عندي one osmole of glucose. تمام؟ فقلنا إذا قياساتنا، إذا كان عندي أنا one mole of glucose in 1 liter of water، بنقول عنا عندنا 1 osmole of glucose in 1 liter of water. لكن لو كان عندنا صوديوم كلورايد مثلا، هنلاقي انه كل 1 molecule بتديني 2 active ions. اذا بتديني 2 active osmotically active particles in just 1. فاذا صار عندي 1 molecule one mole of sodium chloride, each molecule is divided into two molecules, one sodium and one chloride. إذا عندي two active
particles في الحالة هذه ال one is mole one mole the one mole gives two osmoles per liter for example يعني إذا حسباتنا إحنا هتكون per liter إذا one mole ممكن يديني two osmoles إن كان ال substance dissociating into three particles زي مثلا ال اللي هو ايه صوديوم سلفيت اثنين صوديوم وواحد سلفيت مثلا هتديني وهكذا بديني ثلاثة ونحسبها اذا the total number of particles in a solution is measured in osmoles one osmole equal to one mole عارفين البارتيكلز في ال one mole تساوي 6.02 في ايه في 10 أس 23 Therefore, the solution containing 1 mole of glucose in each liter has a concentration of 1 osmole per liter. وتكلمنا عن الايه؟ الصوديوم كلورايد، وتكلمنا عن الصوديوم سلفيت. طيب. Thus, the term osmole refers to the number of osmotically active particles, osmotically active particles in a solution rather than the molar concentration of the solution. طيب الأوزمول بير ليتر قياس كبير في شغلنا في البيولوجي ما نلاقيش أوزمولز بير ليتر فاستخدمنا الملي أوزمول بير ليتر بحيث انه يكون ارقامنا ارقام معقوله ما تبقاش بوينت سمثينج كل مره بتصير عندي اسهل الارقام تبعت البيولوجي فالملي اوزمول يساوي طبعا ايش؟ واحد على الالف من اوزمول. بيجي تعريف الاوزموليتي اند اوزمولاريتي. اوزموليتي تعني انه احنا بنقيس حساباتنا هذه الاكتفلي بارت الاوزموتيكالي اكتف بارتيكلز ان 1 كيلوغرام اوف ووتر. وحساباتنا في البيولوجي اكثر بتميل لحساب بير ليتر وزن مش سهل علينا الحسابات باي فوليوم فلذلك اعتبر اخذنا تعبير ثاني اللي هو الاوزمولاريتي which means the osmotically active substance in 1 liter more than 1 kilogram اذا الاوزمولاريتي بتتعامل مع الليتر والاوزمولاريتي بتتعامل مع ايه ومع كيلو جرام اوف ووتر الى حد ما هو ال 1 لتر في تركيبتنا يساوي 1 كيلو جرام تقريبا لانه كنا مش على ووتر بحته هي عشان نقول الووتر في صفات معينه اللي تحت ارقام معينه 1 كيلو جرام ايكوالز 1 ايه 1 لتر لكن في درجه حراره الجسم 37 وفي وجود مواد اخرى اضافيه صار عندي الكثافه تغيرت وصار الوزن الليتر ما هواش كيلو جرام احنا تجاوزا في فروقات بسيطه بنعتبر ايه انه لذلك معاملاتنا في البيولوجي في الفسيولوجي بنتعامل مع الاوزمولاريتي مور ذان ذان ايه الاوزمولاريتي بيكوز وي ار ديلينج وذ سوليوتس ان فوليوم نوت ان ويت طيب Therefore, most of the calculations are in osmolarity more than in osmolar concentration, more than osmolal concentration. Osmotic pressure. الآن when we have a barrier, semi-permeable membrane barrier between two fluids, one is more active, more osmotically active with higher osmolarity than the other. The water will diffuse from the lower osmolar to the higher one. مش كده؟ لو عملنا some sort of pressure طبعا هذا ال movement of water it has its own power. If we can stop that diffusion by some sort of physical pressure هذا الphysical pressure اللي لازم to stop diffusion is called the osmotic pressure. The osmotic pressure is physical pressure
used to stop the osmosis. إذا الأوزموزيس الأوزمولار كونسنتريشن يساوي أوزموتيك بريشر معين. تمام؟ إذا كيف نحسب إحنا الأوزموتيك بريشر هذا؟ The precise amount of pressure required to prevent the osmosis is called osmotic pressure. إذا the pressure required to prevent osmosis is called osmotic pressure. Osmotic pressure, therefore, is an indirect measurement of the osmolality or osmolarity. تمام؟ بس in other terms. كيف احنا ممكن نحول الاوزمولاريتي هذه، كيف نحسب الاوزمولاريتي الموجوده قديش حتساوي اوزموتيك بريشر. تمام، ممكن احنا نحط في المعمل تجربه ونعمل بريشر نزيده ونقيس بسهوله، لكن ممكن نستخدم احنا قانون فانت هوفس لتحويل لحساب الايه قيمة البرشر هذا. تمام؟ إذا عندي البرشر الموجود، البرشر المطلوب يساوي CRT concentration of the solutes concentration in osmoles، مش كده؟ لأن هم الـ إيه؟ بهموني per liter. و R is the ideal gas constant is a constant و T the إيه؟ absolute. تمام. إذا بسهولة بنقدر إحنا نحسب الإيه الحسبة هذه. لقينا إنه كل أزمول يساوي 19300 مليمتر مركوري. إذا كل أزمول بيحتاج إلى 19300 مليمتر مركوري to stop its effect of diffusion. تمام، اذا 1 اوزمول نيدز 19300 مليمتر مركوري بريشر. تمام، في الحاله هذه احنا بنتكلم على الاوزمول. طب الملي اوزمول يعني احنا قلنا شغلنا كله على الملي اوزمول، هيساوي 19.3 مليمتر مركوري. اذا لما يكون انا عندي احسب حسبه اوزمول الكونسنتريشن لشيء معين، بدي اعرف اوزموتيك بريشر، بضرب في كل ملي اوزمول في الرقم اللي احنا 19.3، مش هيك؟ طيب calculation of the osmolarity and osmotic pressure of a solution. احنا عندنا اشهر solution عندنا ايش هو؟ الصوديوم كلورايد. عندنا اثنين solutions مستخدمهم باستمرار. كل يوم انتم هتستخدموهم. normal saline وبالانجليزي saline. احنا نقوله سالاين هيك سيلاين بالانجليزي، ما اعرفش الامريكان بلفظوها سيلاين زينا ولا زي الانجليز سيلاين ولا سالاين ولا ايش بلفظوا الامريكان، هدول لسانهم الوق شويه. لكن بالانجليزي بيقولوش سالاين زي ما احنا بعاميتنا الانجليزيه بنقول، لا بنقول سيلاين. اذا 0.9% صوديوم كلورايد بنسميه نورمال سيلاين، نورمال سيلاين او سالاين. بمعنى انه الاوزموتيكالي اكتيف اكتيفيتي تبعته الاوزموتيك اكتيفيتي ايكوال تو ذا بودي اوزموتيك اكتيفيتي، اللي هي قلنا احنا الاوزموتيك اكتيفيتي في البلازما والانترستيشال فلويد والانترستيشال فلويد ذا سيم، الاوزمولاريتي ما بتتغيرش. اذا انا بدي ادخل ماده عندي احطها من برا ادخلها على الموضوع، بهمني انا ايه ما الخبطش الدنيا يعني، الا اذا انا قاصد ادخل شيء. فاللي احنا بنستخدمه كلينيكالي كل يوم بندخل يا اما نورمال سالاين 0.9% صوديوم كلورايد، 0.9% يعني بير 100 ملليلتر تساوي 9 جرامز بير لتر، مش هيك؟ او بنسميها 5% جلوكوز. اذا بنستخدم جلوكوز 5% يساوي ايزوتونيك في الحاله هذه، الاوزمولاريتي تبعته تساوي الاوزمولاريتي تبعت الايه؟ البادي فلويدز. اذا هدول كل يوم بقى استخدمهم انا. طب نحسب حساباتهم نشوف ايش اللي بيصير بالضبط. ال 0.9 قلنا تساوي 9 جرام بير لتر، مش هيك؟ ال 9 جرام بير لتر هدول قديش يساوي اوزمولز؟
الوزن الموليكولار ويت عندي انا 58.5 تمام. اذا عندي ال 9 جرام بير لتر على ال 58.5 هديني 0.154 مول بير لتر. لما اترجمه لاوزمولز معناها بدي اضربه ايه في 2، معناها بصير عندي 300.8 بديني 308.308 اوزمول بير لتر. حولوا لملي اوزمولز اللي احنا بنستخدمهم باستمرار بيطلع 308 ملي اوزمول بير لتر. طيب احنا قلنا الديسوسيشن، فاكرين الكوفيشنت انه مش كل الفلويدز مش كل السبستانسز بصير لها كومبليت ديسوسيشن، في ان ديسوسيشن كوفيشنت لها. فهنا الصوديوم كلورايد قلنا 93% ديسوسيشن كوفيشنت، لو ضربنا هذا في هذا بيطلع حقيقه ان احنا عندنا الاوزمولاليتي مش 308 تطلع 286. هذه ايه لو عدلناها بالتعديل اللي احنا قلنا عليه. وحقيقه لو انتم بكره يعني انا مدرسه فيسيولوجي كنت بظنها 300 او 300 وكسر، لما ركبت المحلول بايدي وحطيته على الاوزموميتر في جهاز اسمه اوزموميتر بنحط الماده فيه بيديني برديني الايه الرقم بالضبط، فجأت انه دائما عدته وزدته 286 287 فقط. ليش؟ لانه بصيرش كومبليت ديسوسيشن لايه للصوديوم كلورايد، عندنا ديفيو عندنا ايه ديسوسيشن كوفيشنت اقل من 100%. طيب هذا الان الاوزمولز عرفناها 308 ملي اوزمول بير لتر. طيب هذا قديش يساوي اوزموتيك بريشر؟ هنضرب كل ملي اوزمول له 19.3 مش كده، هنضرب هذه في هذه بيطلع لي ايه 5944 ملي متر ميركوري. اذا الاوزموتيك بريشر للبادي فلويدز المختلفه اللي هي الاوزمولات تبعتها حوالي 300 وشويه حوالي 5944، لو عدلنا الرقم هينزل شويه وحنلاقيه يساوي 5400 وكسر تمام. ليش؟ لان احنا ما اتكلمناش عن الاوزموتيك كوفيشن قبل كده، اذا لقيت الكلام عنه. اذا انا هاد بدات الحديث عنه انه المواد هذه بصير لها ديسوسيشن كامل، كل ماده لها ديسوسيشن كوفيشن مختلف تمام او اوزموتيك كوفيشن مختلف. فلذلك بنحسب الريال افكت بيبقاش بالحسبه النظريه، لا بنضرب في فاكتور نعدل النسبه. هنا بنضرب في 93% بتطلع 286 ملي اوزمول بير لتر. اذا الاوزمولاليتي اوف ذا نورمال سيلاين تساوي قديش؟ 286 اللي هي الان حنشوف الاوزمولاليتي اوف ذا بودي فلويدز ان جنرال، حنلاقيها نفس الرقم تقريبا تمام، لانه هو تركيبه الجسم برضه هنعدل الديسوسيشن او الاوزموتيك كوفيشنت هنلاقيها وصلت 282 281 نفس الارقام. لو طلعنا هان نقول انه البلازما الاوزمولات تبعتها 301، هذه كارقام حسابيه بحته تمام. الانترستيشال فلويد 300، ليش الاوزمولات تبعت البلازما اكثر شويه؟ قلنا في عندنا 20 ملي اوزمول حيكون للبروتين تمام، فبتطلع اعلى شويه صغيره من الايه من الاخرين. والانترستيشال بيطلع زي تقريبا بيرجع ثاني البروتين بيعلى فيها فبتطلع قريبه من البلازما. الانترستيشال اقل واحده فيهم. لما نعمل كوركشن نضرب كل واحده في الفاكتور تبعها بيطلع عندي 282 البلازما و281 الانترستيشال فلويد و281 الايه انتراسيلولار فلويد. اذا التوتال اوزموتيك بريشر 37 ديجري سنتيجريد، هنا بيطلع 5443 وهنا 5423. هذا بعد التعديل اللي قلنا بعد ما نضرب بالفاكتور بيطلع حقيقه مش 5944، لا اطلع اقل ب 500
مليمتر ميركوري. اوكي نوت ذات. طيب الان لما نطلع على الاوزموتيك اكتيفيتي هذه الاوزمولر اكتيفيتي، لما نطلع على الاكسسوري فلويد بنلاقي الصوديوم بيمثل 80% من الايه؟ من الاوزموتيكالي اكتيف، مش كده؟ لان هو 154 فصوديوم كلورايد في الاخر بيقسم لي حاله جسمين، فبدي لي ايه؟ شيء رهيب، يعني 80% من الاوزمولاليتي اوف ذا اكسسوري فلويد بلازما وانترستيشن فلويد تتمثل من خلال الصوديوم الكلورايد. الانتراسيلولار فلويد، الانتراسيلولار فلويد هنلاقي لا انه البوتاسيوم بيديني جاست 50%، والاذر 50% الثاني بتوزع ما بين ايه؟ الفوسفيت والكذا والبروتينز كلهم بيشاركوا في الموضوع. لكن اذا الصوديوم كلورايد السيجنفكنس تبعه عالي عالي جدا، نتكلم عن الصوديوم كلورايد كونسنتريشن في نفس الوقت انا بتكلم الصوديوم كلورايد اوزموتيكالي اكتف سبستانسز في البلازما وفي الانتاجي فلويد. يعني انا رقم الكونسنتريشن بدين انديكيشن على طول لايه؟ للاوزمولاليتي، مش كده؟ لانه هو السبب الرئيسي في الايه؟ في الاوزمولار اكتيفيتي في الاكستراسيولار فلويد كومبارتمنت. تمام؟ اذا في احنا في الدي تو دي اكزامينيشنز اللي بنعملها، الاناليسيز اللي بنعملها في المستشفى، ما بنقيسش كتير الاوزمولاليتي، لكن بسهوله بنبعت عين الدم بنقول ايه؟ الكترولايتس صوديوم بوتاسيوم كلورايد بديناها بسهوله، فلما اطلع الاقي انا الصوديوم كلورايد انخفض معناها انا بتوقع انه ايه؟ الاوزمولاليتي نفسها تكون ايه؟ منخفضه، لان 80% من الاوزمولاليتي تبع بسبب ال. طيب اذا هنا الجمله اللي انا قلتها يبدو انا مش كان قايلها قبل كده، قلت من شويه دور البروتينز. هنا بنقول the slight difference between the plasma and interstitial fluid is caused by the osmotic effect of the plasma proteins which maintain about 20 millimeter mercury greater pressure in the capillaries than in the surrounding interstitial fluid. تمام؟ اذا وجود الهاي بلازما بروتينز بتؤدي الى انه في عندي انا فرق دائما في ال، وقلنا احنا ال دور البلازما بروتينز في انها تسحب كتاينز اكثر دائما عن الايه؟ عن المنطقه اللي ما فيهاش بلازما بروتينز. طيب الان موضوعنا حول لما اذا في عندنا تعبيرات مختلفه، احنا قلنا اوزمولاريتي ايش معناها؟ بعدين قلنا اوزموتيك بريشر، التنين لا يعنوا نفس الشيء، لكنهم التنين بيعبروا عن شيء لو لشيء واحد، هناك بيعبر لي عن الاوزموتيكالي اكتف سبستانس، يعني بيعبر عن البريشر اللازم لمنع الديفيوجن اللي بيسببه الاوزموتيكالي اكتف سبستانس. طب هنا وات از ايزوتونيك سوليوشن؟ هايبوتونيك سوليوشن اي هايبرتونيك سوليوشن. تمام؟ طيب قلنا الايزوتونيك سوليوشن عشان نكون احنا دقيقين بنقول انه في وجود السيمي بيرميبل ممبرين او ممبرين موجود حواليه امبيرميان سوليوتس، يعني ما بينفعش انه السوليوتس تتحرك عبر الممبرين، اذا تحركت ما بصيرش، ما بتكلمش عن ايزوتونيسيتي احنا في الحاله هذه، ناخذ تعبير اخر احسن لنا. ليش؟ الايزوتونيسيتي تعني انه في عندي سوليوتس امبيرميان تو ذا ايه؟ ذا ممبرين از امبيرميان تو ذا سوليوتس، ما بتقدرش تعدي، اذا اللي بيعدي بس مين؟ الميه. في الحاله هذه بنقول في عندنا ايزوتونيك سوليوشن، يعني سوليوشن لو حطينا فيه حوالين سيلز بنلاقي السيلز سايز از نوت سوولن اور شرينك. تمام؟ نو تشينج ان ذا سايز اوف ذا سيلز، اذا هذا ايزوتونيك سوليوشن. طيب لو حطينا السيلز هذه في هايبو في اذر سوليوشن وفيها لقينا السيلز انتفخت، معناها الميه ده تحركت من ايه؟ الى داخل السيلز انتفخت، معناها الاوزمولاليتي هذه واطيه. في الحاله هذه بنسميه احنا اوكي، ما بنقولش عنه في الحاله هذه مع علاقته بالسيل سايز، ما بنقولش عنه ايزوسموتيك، لا بنقول هنا ايه؟ ايزو، تو قلنا ايزوتونيك، هنا بنقول هايبوتونيك.
تمام بعلاقته بالسيلز. اذا هايبوتونيك سوليوشن لانه خلى السيلز ايه تنتفخ لانه ما انتقلت منه الى ايه، وهايبرتونيك سوليوشن معناها بيصير شرينكج اوف ذا سيل لانه عندي السوليوتس برا السيل اكثر من الداخل فبتسحب الميه من داخل السيلز. اذا التونيسيتي هنا بتكلم هايبوتونيك هايبرتونيك ايزوتونيك اقصد علاقه السوليوشنز هذه بالسيل سايز اللي موجوده في داخلها هل حتزيد حجمها او. لكن تخيلوا لو احنا بنتكلم عن اوزموليتي اوف سوليوشن ذات از كوزد باي بيرميبل بيرميان سوليوتس، الممبرين ما هوش امبيرميبل لهم عند بيرميان سوليوتس، يعني الميه بتتحرك والسوليوتس تتحرك تمام. في الحالة هذه زي اليوريا مثلا احنا عاملين الاوزموليتي او حاطين يوريا سوليوشن وايزوزموتيك تمام، عندي 300 ملي اوزمول اوف يوريا ان اي ان ووتر تمام، وحطينا السيلز في داخلها او عملنا هايبر، بلاش الايزو، الايزو مش هتفرق كثير، هايبر او هايبو حيصير اختلاف في السايز تمبوراري لانه الميه بسرعه انتقلت، لكن شويه صغيره اليوريا برضه حتنتقل من الهاير كونسنتريشن للايه؟ للور كونسنتريشن. ففي الحاله هذه السوليد بتنتقل والووتر بتنتقل وفي الاخر بترجع كل شيء لايه؟ لطبيعتها. في الحاله هذه انا بدي اقيس اوزمولاريتي او اوزمولاريتي لمواد بيرميانت عبر السيمي بيرمبرين، ما نقدرش نقول ايزوتونيك وهايبرتونيك وهايبوتونيك. ليش؟ لانه الشرط انه يكون عندي السوليوت امبيرميبل تمام، ولانه بصير شرينكج وبيضل على هيك، بصير سويلنج وبيضل على هيك. لكن في حالتنا الثانيه تكلمنا عنها لا افضل نتكلم عن الاوزمولز، قديش الاوزمولز هذه هذا السوليوشن، لانه عندنا سوليوشن هالقد في اوزمولز اوزمولاريتي. اذا بستخدم التعبير الثاني هايبر اوزمولر، عندي ايزوزموتيك هايبو اوزموتيك او هايبر اوزموتيك، يعني اوزمولاريتي تبعته لما قسناها متساويه مع السيل او مش متساويه تمام، بغض النظر ايش تاثيره على الايه على السيل سايز. The term hyper osmotic and hypo osmotic refer to solutions that have higher or lower osmolarity respectively. بس هيك مش محتاجين نتكلم عن الايزوتونيك والهايبر تونيك والهايبوتونيك. Highly permeating substances such as urea can cause transient shifts in fluid volume between the intracellular and extracellular fluids. But given enough time, the concentration of these substances eventually become equal in the two compartments and have little effect on intracellular volume under CD condition. تمام؟ برجع تاني الأمور. Osmotic equilibrium between intracellular and extracellular fluids is rapidly attained. هذه مسألة ذكرناها لأنها كلينيكال. أنا متكلم عن اوزمولر ديفرنسز بين الانتسيلر والاكستسيلر عبر السيل نفسه السيل ممبرين. بنلاحظ احنا في ثواني بيصير الانتقال، يعني الاكوليبريم اوف ووتر كونسنتريشن، يعني الاوزموزيس اوزمولر اكوليبريم بيصير في ان تيرمز اوف سكندز، اوكي ان تيرمز اوف سكندز ماكسيمم ان مينيتس. اذا لما اكون انا بعمل تجربه او اشوف احط اشياء على شيء فورا ال هذه التجربه شيء غريب جدا. يعني الواحد برضه بتعلم في حياته. كنا بنتصيد سمك على البحر بالصناره تمام، وبنستخدم دود معين للصيد تمام. الدود احيانا بنلاقيش الدود المطلوب للصيد، بنلاقي دود رفيع فنحتار ونختار وما نصيدش ونروح. فلقيت اختيار قاعد قال لي لا ولا يهمك تعال تعال هات ميه من وين الميه بتشرب منها؟ قلت له هاي القزازه، قال لي هات نتفت ميه. لاحظوا حطينا شويه ميه وبعدين قال حط الدود هذا الرفيع المش نافع في الميه هذه وكلها بتنتفخ صار يرفع للايه؟ للصناره بسهوله. ف
فانا انت تقول سبحان الله، لانه هذا الدود احنا ماخذينه البحر يعني السيلز اوزمولاريتي. فلما حطيناه في هايبوتونيك سوليوشن هايبو اوزمولار سوليوشن على طول انتقلت الماء الى السيلز وانتفخت الدوده واستخدمناها بسهوله. بس لعلمكم المواصفات الدوده بتتغير والسمكه بتبطل تيجي عليها اجرائي. هي بتعتمد على الشم فبقلل تركيزها على الشم فبيطول. يعني اذا بتصيدوا ثاني روحوا دور عدو صحيح احسن لكم. بس الفكره انه استخدمنا هذا يعني اختيار حكى لي عنها، انا ادركت معناها لكن هو مش ماخذ باله ليش عمل هيك. لكنها فورا في ثواني وانا واقف بحط نور. طيب انا عندي ديهايدريشن وعندي جفاف في الخلايا وكذا، وبقول في ثواني شربت ميه، قديش بدي لما الميه اللي انا شربتها عشان تصير لها ابسوربشن وتنتشر في الجسم ويرجع الديفيوجن كومبليت من ساعه ما اشرب لما يصير اكوليبريم؟ هذا بده حوالي نص ساعه. تمام. It usually takes about 30 minutes to achieve osmotic equilibrium everywhere in the body after drinking water. اذا في شرب الميه صحيح احنا لو كان اشياء جنب بعض في ثواني بيصير انتقال في ثواني الاكوليبريم بيصل له، لكن لما نتكلم عن شرب ميه ثم انتشار الميه في كل الجسم ويصير اكوليبريم في الجسم بدها ايش؟ بدها نص ساعه. فوليوم اند اوزمولاليتي اوف اكسترا سيلولار اند انترا سيلولار فلويد ان ابنورمال ستيتس. تمام. اذا في عندنا حالات بيصير فيها عندنا الاوزمولاريتي والووتر كونتينتس والدنيا كلها بتتغير، واحد فاستنج، واحد عنده اسهال ديهايدريتنج، ديهايدريتد بيرسون زي الاطفال بيصير فيهم اسهال، واحد فوميتنج، واحد عنده بيرن محروق ودائما اوزنج. فبنخش في ترمينولوجي جديد هنا. Some of the different factors that can cause extracellular and intracellular volumes to change markedly are ingestion of water. اشرب ميه كثير اغير لما يصير عندي dehydration. او واحد انا بديله قاعد فلويدز اي في. تمام. انترافينس اي في يعني انترافينس، بديله فلويدز. هنا حنلاقي انه انا اتدخل قاعد بايدي بارادتي اني ايه اغير الفلويدز الموجوده. بدي اكون انا حريص وافهم ايش اللي انا بعمله. تمام. وهان الان حنتكلم عن كيف نحسب بالضبط ايش اللي احنا بنعمله. loss of large amounts of fluid from the gastrointestinal tract and loss of abnormal amounts of fluid by sweating or through the kidneys. هذه كلهم وسائل مختلفه لايه؟ لتغيير الهايدريشن ستاتس اوف ذا بادي. One can calculate both the changes in intracellular and extracellular fluid volumes and the types of therapy that should be instituted if the following basic principles are kept in mind. تمام؟ إذا أنا بدي أتعامل مع حالات dehydration أو over hydration، بيصير عندنا over hydration، بندي فلويدز وإحنا مش ماخدين بالنا. تمام؟ ومدين فلويدز وفاتحين المحلول على الآخر والبلازما فوليوم صار طبيعي وإحنا لسه بنعطي، صار الضغط بدأ يعلى. تمام؟ والمشاكل الأوفر هيدريشن بدأت تشكل لي خطر عليا. تمام؟ وانا مش باخذ بالي. اذا انا لازم اعرف لما اتعامل مع الفلويدز هذه يكون في بالي قواعد عامه. القواعد هذه قلنا انه water moves rapidly across cell membranes. Therefore the osmolarities of intracellular and extracellular fluids remain almost exactly equal. إذا اتعامل مع الاشياء هذه هلاقي انه الاوزمولاريتي اذا انا قست الاكستراسيلولار حل. نفس الكلام حيكون في الانترسيلولار لانها بدها تتحرك بسرعه. اذا اديتها وقت كافي انا غير عن الشرب لما بدي اي في بدي بس مينتس، لكن لما انا بدي اشرب وقاسم تسالت تراكت ابسوربشن بتاخذ وقت طويل. سيل ممبرينز ار اولموست كومبليتلي امبرميبل تو ماني سوليوتس. Therefore, the number of osmoles in the extracellular and intercellular fluids generally remains constant.
يعني انا بتكلم عن دخلت محلول اي في للبلازما ومنه للانترستيشن فلويد، بتكلم انا عن حركه الميه والاوزموز اللي حطيتها بتتغيرش، بتضل في الكومبارتمنت هذه، لكن الاوزموتيك بريشر هان وهان بدها تتعادل، فالميه بتروح لكن الاوزموز اللي انحطت بتضل ثابته، وهي بتحكم قديش تاخذ ميه او قديش تعطي ميه. يعني اذا انا حطيت فلويدز هايبوتونيك تمام، حجم الميه اللي حطيته والاوزموز اللي حطيتها انا فيها بتخلط مع الاكسسوار فلويد بتديني خلطه جديده فيها الاكسسوار فلويد اوزمولاريتي اوطر من اللازم تمام. مجموعه الاوزموز حتضل هي هي، لكن الميه هتنتقل لمين؟ للانترسيلولر، وفي الحاله هذه اذا حيوطى شويه الاوزموتيك بريشر تبعها بحيث يتساوى مع مين؟ لكن الاوزموز لو حطينا هايبرتونيك سوليوشن وحنحسبها مع بعض تمام، هنلاقي انه السوليوس حتضل موجوده في الاكسسوار، الميه هتنتقل هنا او هنا، خلينا نحسب مع بعض الحسبه هذه.